يا شافع بقول لك قوم قوم، انت سايبني في المصيبة دي لوحدي. حرام حرام عليك يا تحية، حرام عليك اسلوب الفزع اللي انت معيشاني فيه دي، اللي هتكون اول ولا اخر مرة. بقول لك محمود اتمسك بسلاحه وذخيرة متفجرات متقربة من السودان، عارف ده يعني ايه؟ يعني اخويا انا هياخد مش اقل من اعدام. صدقي وامني، اخوكي محمود ده طول عمره طماع وغاوي المكسب السريع. قلت له تعال اشتغل معايا وهديك اكتر من اللي بياخدوا خريجين كليه الطب الدكاتره الكبار، اتعنطز وعمل في امها ام. طبعا مهما خد مني مش هيجي قد اللي بياخدوا من مكسب تجاره السلاح. الزموا الكلام ده، انا في ايه وانت في ايه؟ ملزموش ولا حاجه يا اختي، ملزموش ولا حاجه، انا بس صعبان عليا البني ادمين اللي مش عارفه مصلحتها فين. ربنا معاه ويقويه. هتنام تاني يا راجل واستني في اللي انا فيه. لا عايزاني اعمل ايه؟ تكلم والنبي، والنبي كلم محامي من اللي انت بتشتغل معاهم. يا بنت الحلال، عايزاني احط رجلي في قضيه سودا زي دي؟ ده انت بتقولي تجاره سلاح ومحاوله اغتيال رئيس جمهوريه، انت مستغنيه عن عيالك وليه انت؟ يعني ايه؟ عايزني اسيب ابويا واخويا محبوسين واقف اتفرج عليهم يا شافع؟ لا ودي تيجي ضميني معاهم في ام القضيه واخلصي مني يا تحيه. يا بنتي الحلال افهميني، وايمانات المسلمين احنا لو في ايدنا حاجه مش هنتاخر، بس عايزك تفهمي المحامين اللي شغالين معايا شغالين حاجه اسمها بيزنس تحكيم تجاري، يعني قضايا تجاريه. قضيه المصيبه بتاع اخوكي عايزه محامين سياسه ارهاب دولي زي ما بيقولوا، وانا ماليش مصلحه في دول. اخوكي بقى المناضل التاني هو اللي يعرفهم، مش هو اللي جاب له المحاميه اللي رفعت له قضيه في الجامعه يشوفها هي فين، واذا كان على الفلوس رقبتي سداده من 1000 ل 100 ألف. انا عمري ما اتاخر على حد، بس في اللي ما يضيعنيش. انا قلت اللي عندي وعدني اللي احبه وازح. سيبيني بقى يا اختي ارتاح شويه عشان اقوم اشوف المصلحه. اهدي يا مدام تحيه، الموضوع بسيط والله، هو مش اعتقال، هو احتجاز عادي، يعني بيحصل كتير لاي حد من الناشطين السياسيين. هو احنا كلنا طلعنا عادي بعد ما قرفونا زي كل مره، بس هو احمد قعد عشان محمود اصلا كانوا بيدوروا عليه، واضح ان حد كان مبالغ عنه امبارح. متهيألي بعد اللي حضرتك بتحكي عنه ده هم هيفضلوا حاجزين احمد لغايه لما يطلعوا منه اي معلومات. لا لا لا، ما اظنش ان احمد يعرف اي حاجه عن الموضوع ده، لانه اصلا مش حقيقي. هما متعودين كده كل شويه يفبركوا لنا اي موضوع. انا مش هسكت، انا هبلغ مركز المساعده القانونيه اللي في اسكندريه. ايوه هما دول، هما دول اللي كانوا رافعين القضيه بتاعت الجامعه بتاعت محمود وعارفينه كويس. ده انا هكلم كذا حد من صحابي اللي شغالين في منظمات حقوق الانسان وصحفيين ومراسلين برامج. لا 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 مش هنسكت خالص، عايزك تطمني خالص. احمد اخويا ومحمود اخويا ومش هنسيبهم خالص. اوعى تلمسني لو لابس حاجه خشب هكهربك. اللي حصل ده ما يرضيش ربنا. انت مين اللي عمل فيك كده محمود؟ يا ام الذكاء يا اخي، هيكون مين يا سالم يعني؟ الله يخرب بيتك ضيعتنا. ايه اللي انت عملته ده يا سالم؟ ايه اللي خلاك تقتل الريس بتاعها؟ انا هروش ده، انا مش فاكر حاجه من الكهرباء. رئيس الصيادين، ايه اللي خلاك تقتل رئيس الصيادين يا سالم؟ ضيعتنا الله يخرب بيتك. انت بتقول ايه يا محمود؟ انا مش فاهم حاجه. زي ما قلت لكم الامل كله في الواد ده، شكله مهزوز وهيقر بكل حاجه، لكن الواد التاني عقر مش هيوصلنا لحاجه. مش ممكن سيادتك يا فندم، ده خد شويه كهرباء ينوره حي، مفيش فايده. انا قلت في حاجه في الاسلاك بس طلعت المشكله فيه هو. واضح السبب ان جسمه متعود عليها، في تقرير في ملفه بيقول انه كان شغال كهربائي. كهربائي؟ ونقاش وسباك، وكمان اشتغل طيار في مطعم بيتزا لما كان بيدرس في القاهره. انا من ساعه ما عرفت موضوع الاضراب عن الطعام اللي عمله ده عشان يتعين في الجامعه، وانا قلت الواد ده مش سهل، هيتعبنا كده بقى، يبقى عنده كل الدوافع عشان يعمل عمليته المهببه دي. بس من غير اعتراف تبقى القضيه ضعيفه ومفيش قضيه. بقول لكم ايه، ركزوا مع الواد التاني ده، صياد وملوش في الكهرباء. ها
يوم السبت عندنا اعتصام عمال شركة المراجل البخارية. يا جماعة لازم نتضامن معاهم. أمن الدولة بيهددهم وفعلا اعتقل 3 من قياداتهم. على الأقل يعني نساعدهم يوصلوا صوتهم للإعلام. في يوم الأحد القضية بتاعت أهالي توصل، ويوم الاثنين في الوقفة الاحتجاجية بتاعت كلية آداب. ده عشان الطلاب اللي اتفصلوا لما عمل معرض صور عن فلسطين. يوم الثلاث بقى في المقابلة مع الممثل القوى السياسية والمجتمع المدني. المقابلة دي مهمة قوي عشان عاوزين ننسق فيها هنتحرك ازاي في قضية خالد سعيد. او طبعا يوم الاربعاء الجلسة بتاعت سواق ميكروباص اللي اتعذب. شوفوا بقى يوم الخميس شكلها كده والله اعلم اجازة. لحد دلوقتي ما فيش حاجة. ده يبقى ايه اول خميس من شهرين ناخده اجازة؟ السلام عليكم. اتفضل ادخل يا باسم. ازيك يا مون؟ الحمد لله تمام. اقعد اقعد. ممكن بقى ازود على الجدول الحافل بتاعكم ده؟ قضيه ما تستحملش التاجيل خالص. لامتى؟ اليوم الخميس؟ لا دي لازم نتحرك فيها النهارده ودلوقتي كمان. فاكره محمود عبد الناصر اخو احمد صاحبنا اللي كنت رافعه له القضيه بتاعت الجامعه؟ طبعا فاكراه. هو ده لسه متنسي ابدا؟ لسه مكلمني الاسبوع اللي فات ومقطمني علشان رول القضايا في المحكمه. بيكلمني كاني انا شخصيا المسؤوله عنها. هو مش عاوز يقتنع ابدا ان هو القضاء في بلادنا كده بطيء. القضاء عندنا بطيء. يلا بس انا عاوز رابر. اهو مشكلته دلوقتي ما بقتش في الجامعه، بقت اكبر بكتير. قبضوا عليه النهارده وبيتهموه هو واحد تاني بمحاوله اختيار رئيس الجمهوريه اثناء زيارته المصنع جنب رشيد. ايوه فعلا ده كان راح هناك النهارده بس الزياره اتلغت وراح برج العرب بس. ما هو واضح فعلا ان ده السبب بتاع الغاء الزياره. انا ما عنديش تفاصيل كتير قوي خصوصا ان الموضوع اتكتم عليه وما خدش طريقه لا الفيسبوك ولا تويتر ولا لاي حته. كل اللي فهمته من اخته واللي هي عرفته عن طريق راجل بيكره محمود ليه ناس في امن الدوله بيقول ان هما متهمينه بتهريب اسلحه ومتفجرات عشان يقتل الرئيس. ابو فاشل ليه بقى ان شاء الله؟ يا راجل حرام عليك، انت عاوز يتقتل قبل ما نجيبه ونحاكمه هو ورجالته؟ يا منى انت هتنقطيني، ده احنا هنموت قبل ما نشوف الراجل ده ميت. عايزانا بقى نعيش لحد ما نشوفه بيتحاكم؟ ومين اللي هيحاكمه ان شاء الله؟ حضرتك الراجل ده ماسك كل حاجة في البلد في ايديه. مش ده موضوعنا دلوقتي، خلينا في المهم. قولي محمود فين؟ أخته بتقول إنه لسه في رشيد، في فرع أمن الدولة اللي هناك. غريبة، مع إن في المصايب الكبيرة عادة بيبعتوه من اسكندرية. تخيلوا بقى أم المصايب أكيد هيروح القاهرة. ما هي دي الفكرة، إحنا عايزين نلحقه قبل ما يطلعوه من رشيد، وما نعرفش ودوه فين، وبعد كده يلعبوا معانا لعبة إحنا ما نعرفش مكانه وروحوا بلغوا في النيابة. إيه أنت هتقولي دي لعبتهم المفضلة. ها يلا يا شباب عاوزة أفكاركم. هنبتدي من فين؟ هو في ميزة إحنا ممكن نستغلها إنهم قبليه قبضوا على أبوه وجوز أخته وناس كتير من أهل رشيد في الإجراء المهبب اللي بيعملوه كل ما سيادته يروح مكان يقوموا لامين كل الناس اللي في القايمة بتاعتهم. ده حتى أخوه أحمد سابونا وحجزوه أكيد عشان يحققوا معاه في اللي حصل مع أخوه الكبير. وأنت عارفة بقى التحقيقات دي بتبقى عاملة إزاي. بس أنا مش فاهم إزاي دي تبقى ميزة. على فكرة باسم عنده حق. أيوة إزاي؟ بصوا احنا نستغل ان هما المره دي اعتقلوا ناس كتير. نستخدم الحكايه دي كضغط على امن الدوله. ايوه فهمينا ازاي. اقول لكم مبدئيا احنا نتصل بكل القوى السياسيه اللي في رشيد وكل الناس المحترمه معارفنا، وكمان ما ننساش النقابات عشان ابو محمود شخصيه نقابيه مهمه جدا في رشيد ومحبوب كمان. مش بس في رشيد، ده كمان في كل المصانع اللي حوالين رشيد وكمان ابو قير. ده كان قياده عماليه ناجحه جدا، ده لولا امن الدوله كان زمانه من قيادات اتحاد العمال في مصر كلها. طيب حلو قوي قوي، يبقى احنا بقى نتصل بكل الناس دي فورا. بص يا جماعه، ما دام بتوع امن الدوله لحد دلوقتي مكتمين على الموضوع في الاعلام، ده معناه ان مفيش حاجه ممسوكه في ايدهم. عشان لو كان فعلا في ايدهم حاجه ما كانوش سكتوا ابدا. طبعا كان زمانهم عملوا فرح بلدي في كل وسائل الاعلام. يبقى احنا بقى هنربك حساباتهم بتحرك شعب سريع. يا واد مالك خيرك كده ليه؟ انت ليه شفت حاجه؟ يا باشا وعهد الله اللي حضرتك بتعمله معايا ده ما يرضي ربنا. هو يرضي ربنا ان انت تقتل رئيس بلدك؟ يا باشا يا باشا والله يا باشا انا ما عارف انت بتتكلم على ايه؟ يعني حضرتك تقول لي رئيس بلدي الواد محمود الله يحرقه بجاز يقول لي الرئيس ابو المحطي بتاع الصناديق؟ يا باشا في حاجه غلط وعهد الله. انت شوطونا لبعض ولا ايه؟ انت
طيب خده، علقه على البنطلون، شوف هيكرر السلام بالكلام بتاعته ولا لا. لا 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 يا باشا لا، بلاش البنطلون، والنبي يا باشا بلاش البنطلون. بص يا باشا، هلا سعادتك، اكتب سعادتك لكل اللي انت عايزه في ورقه وانا حمدي عليه، صح يا باشا؟ صح يا باشا صح، انتوا معاكوا حق، الواد محمود كان بيعمل خليه وعايز يقتل رئيس البلد، احنا ولاد كلب ارهابيين يا باشا، صح صح يا باشا، بس بلاش البنطلون، ابوس ايدك يا باشا بلاش البنطلون والنبي. ايه ده سيادتك؟ دي اعترافات سالم. اكديك شايف بنفسك امضته موجوده على كل ورقه. امضة مين يا باشا؟ ده سالم نفسه ما يعرفش ان دي امضته. انت بتشكك في كلامنا يا محمود؟ وحضرتك عارف سالم ده مين؟ لو سيادتك مصدق ان سالم ممكن يقول الكلام ده مش هقول لك يعمله. يبقى البلد كلها عندها مشكله سيادتك. ايوه كده. خلينا في الجد. سيبنا بقى من قناع السذاجه اللي احنا لابسينه طول الوقت ده. انت لانك شايف ان البلد فيها مشكله قررت انك تقتل رئيس الدوله عشان تحل مشكلتها. هو سيادتك مصدق نفسك؟ معلش ما تزعلش مني يا باشا، بس السؤال ده كان شاغلني من زمان، من اول ما ابتديت افهم يعني ايه ابويا العامل الشقيان اللي بيدينا مصروفنا بالعافيه معتبرينه خطر على امن الدوله. في الاول كنت بفرح بقول وليه لا، ايوه انا ابويا خطر على امن الدوله. هو صحيح ما يبانش عليه، بس اكيد مخبي واخد احتياطاته. كنت بقعد ادور في البيت على الاجهزه اللي هو مخبيها عشان يزعزع بيها استقرار البلد. اصل دي اول جمله حفظتها لما سالته هم حبسوك ليه يا بابا. عمري ما فكرت ان ابويا عميل لامريكا واسرائيل عشان بيكرههم بجد. كنت دايما بشوفه بيعيط وهو بيتفرج على نشرة الأخبار لما بيشوف اللي بيحصل للفلسطينيين. بس كنت بقول لنفسي أكيد بيشتغل لجهات تانية، جهات بتحب مصر عشان أبويا بيحب مصر. بس كل ما كنت أكبر وأفهم أبويا أكتر وأشوفه خارج من حبسة لحبسة من استدعاء الاحتجاز، كنت بسأل نفسي سؤال، هما الناس دول عارفين حاجة عن أبويا هو نفسه ما يعرفهاش؟ هو ممكن يكون أبويا عميل من غير ما يعرف؟ عميل ما بيقبضش. طب عميل لمين؟ هي الناس دي مصدقة نفسها أوي كده ليه؟ بس النهاردة يا باشا أول مرة أعرف إن اللي ممكن يصدق إن سالم يتآمر على قتل رئيس الجمهورية هو نفسه اللي ممكن يصدق إن أبويا خطر على أمن الدولة. جميل أوي. فضفضت؟ استريحت؟ رجعت لماضيك الحزين؟ نرجع بقى الموضوع. ما هو قولك فيما هو منسوب إليك في اعترافات المتهم الثاني بأنك قمت بإقناعه بالتآمر لاغتيال رئيس الجمهورية أثناء زيارته للمنطقة الصناعية في رشيد، بعد أن علمت بنبأ هذه الزيارة من والدك الذي علم بها بحكم صلته بالأوساط العمالية، وقررت أن تقوم بهذه العملية احتجاجاً على أوضاعك الشخصية والاجتماعية كما هو مثبت في اعترافات المتهم الثاني؟ هو ده خط سيادتك؟ تسأل ليه؟ أصله خطه حلو قوي يا باشا، بس أنا خطي وحش. مش مهم يكون خطك حلو ولا وحش، المهم إجابتك على الموضوع الخطير اللي أنت متورط فيه ده، إذا كنت أصلا مدرك خطورته. إذا كان سالم نفسه أدرك يبقى أنا مش هدرك، ده حتى يبقى عيب على الشهادة اللي أنا خدتها. بس يعني كنا وفرنا كل المجهود ده وكان الورق ده جه جاهز من الأول يا باشا. يعني إيه؟ يعني أنا هعترف سيادتك، هما بيقولوها إزاي في الجرايد، سأدلي باعترافاتي كاملة، بس أنا هدلي لوحدي ولا حد هيكتب ورايا؟ مش لما نعرف أنت هتدلي بيه الأول؟ عندك حق يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم، أقر أنا وأعترف فعلا بكل التهم التي وجهها لي المتهم الثاني أخويا وشريكي وصاحبي، ولا أستطيع أن أنكرها
لان مش من اخلاق الصحوبيه ان اطلع صاحبي عيل. بتهزر يا روح امك؟ لا والله انا بس حبيت ادلي بالبلدي، بس انا عارف ان ده ما يصحش. سامحني سيادتك بقى يعني في التشكيل. اقر انا واعترف بانني شعرت بحقد شديد تجاه السيد رئيس الجمهوريه، لانه يعتبر المسؤول الاول عن اتهام والدي العامل المكافح الذي يبحث عن حقوق العمال بانه خطر على امن الدوله، وهو مما ادى الى اعتقاله عده مرات، وبالتالي الى حرماني من التعيين في السلك الجامعي كمعيد، رغم انني كنت الثاني على دفعتي، وكل ذلك بسبب التقارير الامنيه. فلم يكن بمقدور شابا مثلي ان ينال حقه في الوظيفه الجامعيه التي يستحقها، وبالتالي لم استطيع ان اتزوج او ان انفق على اسره، فانا بلا وظيفه وبلا مستقبل. وبدلا من ان اصبح معيدا بهندسه الميكانيكا اصبحت ميكانيكي، وحتى دي مش لاقيها. انا اسف يا فندم، انا اسف ان قلتها بالبلدي بس هقولها لك بالنحوي، وحتى هذه لا اجدها، وكل ذلك بسبب التقارير الامنيه. ولذلك بتهزر؟ عامل فيها ذكر؟ بلعب معاك في الشارع نالا؟ عندك حق يا فندم، انا اكيد خرفت. طب ممكن سيادتك تكتبوا لنا